الضفاير عمرها ما بتروح عليها أبدا، وأي عروسة بتحب الشكل الرومانتيك هتختار أكيد الضفاير اللي بالرغم من أنها كلاسيكية هتبقى أفضل تعبير عن جمال العروسة. فيها أشكال كتير وأنواع الضفاير، خلونا نوريها للعرايس الحلوين اللي بيحلموا بمظهر أنيق يوم زفافهم. تلعب تسريحة العروس يوم زفافها دور أساسي في الاختيارات المهمة في اليوم ده، وهتفضل طول الوقت الضفاير من أجمل الأشكال الرومانسية في العالم لأي عروسة. وعشان كده اخترنا لكم مجموعة تسريحات ضفائر للعروس لتختار منها ما يناسبها. فمثلاً تسريحة الضفيرة ليست شرطاً أن تأخذ الشكل التقليدي المعتاد، يمكنك حتى اعتمادها إذا رغبت في تسريحة الشعر المرفوع كالتسريحة بالشعر المضفر الملفوف كعكة أسفل الرأس وتنسدل الطرحة لمن ترغب بها مع التاج المرصع أو التاج الفل أو الأزهار والورود. إذا كنت ترغبين في ترك شعرك منسدلاً، بخاصة إن كان شعرك طويلاً، فيمكنك اختيار الضفيرة من كلا جانبي الشعر ومنسدلة في المنتصف مع اكسسوار الشعر المرصع بالأحجار على الجبين أو تاج الورود، أو اختاري الشكل التقليدي للتاج الكريستالي. كمان في ضفيرة الشعر الملفوفة من أحد جانبي الشعر وكأنها طوق للرأس بشكل انسيابي وناعم وتناسب أكثر الشعر المصبوغ والملون. أو يمكنك اعتماد الضفيرة نفسها بأن تسحبيها من فروة الرأس وترفعيها بالكامل كذيل حصان وتنسقي معها أحد اكسسوارات الشعر على أي الجانبين لإطلالة ساحرة. ومن الحاجات المهمة كمان أننا ناخد بالنا أن الاكسسوارات مع الضفاير لا غنى عنها، كأن تضفري الشعر ومعه اكسسوارات الورود كمثال، أيا كان نوع الضفيرة، بخاصة وإن كنت ستعتمدين الشكل التقليدي مع إضافة بعض اللمسات بأن تكون الضفيرة عريضة أو طويلة جدا بحسب كثافة شعرك. تسريحة الضفيرة تناسب أكثر الشعر الطويل والكثيف، فإن رغبت بعمل هذه التسريحة فيجب أن يكون شعرك بهذه المواصفات أو ستلجئين إلى وصلات الشعر، ولكن الشعر القصير سيكون له نصيب أيضا باعتماد ضفائر جانبية مختلفة على أحد الجانبين. وأخيرا مبروك لكل عروسة، ونتمنى نكون قدمنا لكم حاجات حلوة تستلهموا